في عصرنا الحديث الوقود هو عصب الحياة، فماذا يحل بالحياة إذا غاب أو شح وجوده؟ تعالوا بنا نشاهد هذا المقطع لهذا العريس، ماذا حل به قبل يوم واحد من زفافه بسبب أزمة البنزين في السودان؟ العرس مفروض يكون ميتين. أكون أمس العرس. العرس مفروض يكون أمس. بسبب البنزين ما توصل. طيب العروسات اتجهزوا مشوا قاعدين والناس والضيوف والضيوف قاعدين واي حاجه قاعدين نحن بس ما جينا العرس يا مخرجنا ذاته بقى معانا في الليناي بقى ذاته داير يعرف فات عليه الكلام قال له كم يوم العرس مفروض يكون امس تمام وعشان البنزين يتاخروا لحد تحسي ما وصلوا يعني العروسات جاهزين والمعازيم والامور كلها هناك طيبه وهم جاي مقطوعين بسبب البنزين بجد يعني موقف لا تحسدوا عليه زي ما يقولوا ونقول كل تأخير الأخيرة وإن شاء الله يا رب بيتمالوا عيالي اللهم أمين يا رب إن شاء الله أسهل البنزين يجي يقفوا ليكم بالله يا ناس أطرون بين الواقفين أنا بناشدكم يعني أنا بتوسط لهم عندكم إنهم يملوا النازل عشان يحصلوا العرس تمام؟